السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوتي الكرام وأخواتي الفضلات، معكم مصطفى صادق. اليوم إن شاء الله راح نتحدث قليلا عن مشاريع إنترنت الأشياء، إنترنت أوف ثينجز. طبعا بناء على سؤال الكثير من الأخوة المتابعين، ما هي المتطلبات للبدء بهذا الموضوع، يعني كمشاريع تخرج وكمشاريع لشركات ناشئة في يعني بدايتها إذا كانوا يفكرون في العمل في مجال إنترنت الأشياء. بداية، مثل ما نشرنا قبل عدة أيام في الفيسبوك، مجموعة المهارات والشهادات اللي يحتاجها فريق عمل إنترنت الأشياء هي الموظحة في الصورة التالية. طبعا نحتاج كمبيوتر ساينس، نحتاج إنجينيرينج، نحتاج أناليتكس، ونحتاج سوشيال ساينسز. في داخل كل واحدة من هذه التخصصات هناك مجموعة من الأمور الأخرى. طبعا يعني نحتاج مبرمجين، نحتاج ناس متخصصين بالدوائر الكهربائية والإلكترونية والمتحسسات السنسرات، نحتاج مهندسين ميكانيك، نحتاج مهندسين نظم، إحصائيات، ماشين ليرنينج، ديب ليرنينج، غيرها من الأمور الأخرى. هذه الأمور كلها يجب أن تكون متوفرة في فريق عمل إنترنت الأشياء. السؤال هنا، هل أنه هناك شخص واحد يجب أن يعرف كل هذه الأمور؟ طبعا الجواب هو ممكن أنه يكون هناك شخص يعرف كل هذه الأمور، أو على الأقل أساسيات كل هذه الأمور، ولكن من الصعب جدا أن يكون هناك شخص يحترف كل هذه الأمور سوية. ولذلك إحنا مثل ما ذكرنا سابقا، الأفضل أنه يكون هناك فريق عمل متكامل للعمل على هذه المشاريع، طبعا يعني كمشاريع تخرج أو مشاريع لشركات ناشئة. بعد ذلك، يعني بعد ما عرفنا أنه هذه الأمور ووفرنا الناس المختصين بهذا المجال، ما هي الخطوات اللي يجب أن نتبعها في بناء منتج جديد؟ طبعا الانترنت اوف ثينجز احنا مثل ما نعرف هي قد توفر لنا نيو برودكتس او نيو سيرفيسز، يعني منتجات جديدة، يعني كسلع او خدمات جديدة بطريقة معينة. واحدة من الفريم ووركس او يعني النماذج البناء المعتمدة بالشركات العالمية اليوم، وخصوصا بالنسبة للستارت اب، يعني شركات ريادة الاعمال، الشركات الناشئة في هذا المجال، وايضا ممكن انه يتم استخدامها كخطة عمل لمشاريع التخرج لطلبة البكالوريوس، يعني هو انه بالبداية لازم نحدد البرودكت انفراستراكشر، يعني ما هو الهاردوير والسوفتوير اللي يجب ان نستخدمه لبناء المنتج الخاص بنا. وطبعا هنا الهاردوير نقصد به يعني الاجهزه اللي راح نستخدمها، الاجهزه الطرفيه يعني اللي راح يستخدمها المستخدمين، والانفراستراكشر اللي راح نستخدمها اللي هو عاده تكون البلاتفورمز، المنصات الموجوده. وطبعا هناك الكثير من المنصات المتوفره اليوم من قبل شركات اي بي ام، امازون، جوجل وغيرها من الشركات الاخرى، اللي هي توفر لك يعني منصه متكامله تستطيع من خلالها فقط بمهارات برمجيه معينه وبفكره يعني جديده انه تقوم بربط كل الاشياء سويه بهذه المنصه وتوفيرها للمستخدمين باسرع وقت ممكن. بعد ذلك نحتاج انه نتحدث عن السنسرات، السنسرز اللي راح نستخدمها، واللي طبعا تعتمد على الفينومينا او الظاهره الفيزيائيه اللي انت تحاول انه تتابعها او تراقبها او تتحكم بها، يعني عن طريق السنسنج والاكتويتنج. بعد ما حددنا الهاردوير والسوفتوير وحددنا السنسرات اللي راح نقوم بربطها على الثينجز، الاشياء اللي احنا نحب انه نتحكم بها ونراقبها، بعد ذلك يجي دور الكونكتيفيتي اللي هو كيفية اختيار بروتوكول الاتصالات. راح نختار البلوتوث، الواي فاي، الراديو واير او وايرلس او غيرها من طرق الاتصال الاخرى. هذه طبعا ايضا تعتمد على نوعية المنتج ويعني القرب والبعد ما بين السيرفر والاند يوزرز وغيرها من الامور الاخرى، وهذه ايضا يعني تعتمد على مثل ما ذكرنا على نوعية المنتج او الخدمة اللي نفكر انه نقوم بتوفيرها الى المستخدمين. بعد ذلك ننتقل الى جزء الاناليتكس اللي هو التحليلات، الستاتستكس او البريدكشنز، يعني ما هي نوع البيانات اللي نحتاج انه نقوم بتجميعها من الثينجز لكي نقوم بعد ذلك بتحليلها، يعني بخوارزميات البيج داتا او الماشين ليرنينج او الديب ليرنينج، وبعد ذلك نقوم بتحويل هذه الداتا اللي هي بيانات مجرده، رو داتا يعني بيانات خام، الى فاليو، قيمه حقيقيه ممكن انه تفيد المستخدمين، يعني لانه احنا الهدف الرئيسي من هذه المشاريع هو انه نقوم بتحويل البيانات العشوائيه الموجوده في كل مكان، في حيطان البيوت، في أجهزة التبريد والتكييف، في الثلاجات، المجمدات وغيرها من الأجهزة الأخرى، تحويل هذه البيانات إلى فاليو، إذا قيمة تسهل حياة المستخدمين وتسرع نمط الحياة وغيرها من الأمور الأخرى. بعد ما عرفنا شنو البيانات اللي راح نقوم بتجميعها، واللي بعضها قد تكون بريدكتيف، يعني بيانات تنبؤية تساعدنا على معرفة القرارات اللي راح يتخذها الجهاز بشكل ذكي في المستقبل، بعضها تكون أناليتيكال، يعني مجرد بيانات تحليلية، تجميع الكثير من البيانات في أوقات يعني طويلة، ثم بعد ذلك تحليلها بخوارزميات المشين ليرنينج أو الديب ليرنينج أو غيرها. أخيرا بعد معرفة كل هذه الأمور، نأتي إلى مرحلة الديفلوبمنت اللي هو تطوير السمارت أبس. يعني أغلب المشاريع الإنترنت أوف ثينجز تنتهي بتطوير أبليكيشنز أو أبس للأجهزة، يعني سواء كانت لأجهزة الأبل أو الأندرويد أو غيرها من الأجهزة الأخرى. بنتيجه نهائيا ان احنا نبحث عن انه نقوم بتطوير هذا التطبيق اللي هو راح يكون الاند يوزر ابلكيشن، اللي من خلاله راح تنعرض له نتائج هذه الامور، نتائج التحليلات، او تنعرض عنده الكنترولز اللي من خلالها يستطيع التحكم بسنسرات معينه، كاميرات، غيرها من الامور الاخرى.
وبعد ذلك طبعا يعني هذه راح تكون هي الشيء الذي راح نقوم ببيعه الى المستخدم او يعني بتقديمه الى كمشروع تخرج وغيرها من الامور الاخرى. فهذه هي السلسله او الخطوات اللي يجب اتباعها عند تطوير كل منتجات انترنت الاشياء. طيب ما هي، هل هناك اماكن معينه نستطيع من خلالها معرفه هذه الامور او اين وصلت الناس، ما هي الامور التي تم بالفعل تطويرها، ما هي الامور التي ممكن انه نعمل على تطويرها؟ طبعا هناك يعني الكثير من يعني الملفات المساعده لهذا المجال، واحد منها هو الملف التالي اللي حصلت عليه من يعني أكاديمية يوديمي، واللي هو طبعا يعني يساعد في إنتاج البرودكت كونسبت. بالبداية طبعا يجب أن تعرف ما هي المجالات اللي أنت تبحث عن أنه توفر لها فد منتج معين. طبعا هذه أيضا قد تكون مفيدة مثل ما ذكرنا كمشاريع تخرج أو لشركات ناشئة. بداية لازم أنت تعرف ما هي الشركات الرئيسية في العالم وما هي اختصاصاتها، يعني الأيروسبيس أند ديفنس، الأوتوموتيف يعني السيارات، الكترونيكس اند هاي تك، اندستريال الشغلات الصناعيه، الريتيل اند كونسيومر، واخيرا الميديكال ديفايسز. كل واحده من هذه المجالات هناك الكثير من الشركات العالميه التي تقوم بانتاج الكثير من المنتجات الخاصه بها. هدفنا ك يعني مختصين انترنت اشياء بالنتيجه النهائيه هو انه نقوم باخذ واحده من هذه المنتجات من اي واحده من هذه الشركات والقيام باضافه فت سنسرز معينه. طبعا هنا يعني يفضل انه هذا الملف راح يكون ان شاء الله موجود في الديسكريبشن الخاص لهذا الفيديو او الوصف، يعني في الوصف يعني اللي اسفل الفيديو راح يكون الرابط الخاص بتنزيل هذا الملف. بعد ما نعرف كل هذه الشركات، يعني الفكره الرئيسيه انه نقوم باختيار مجموعه من هذه المنتجات لهذه الشركات، نعرف كل واحده من هذه الشركات وشين المنتجات اللي نعرفها عنها واللي احنا نبحث عنها انه نقوم بتطويرها باستخدام انترنت الاشياء. ثم بعد ذلك نبحث عن السنسرز المتحسسات اللي احنا نحاول انه نربطها على هذه الاجهزه لكي نقوم بتحسين ادائها. شيء ضروري بالنسبة لمختصي إنترنت الأشياء أنه دائما يجب أن يكون لديك قائمة محدثة بالسنسرات المتوفرة في السوق. منين تقدر تحصل هذه القائمة؟ هذا الملف راح يكون هو يعني بيسك بالنسبة لك أو الشيء الأساسي اللي تعتمد عليه. بعد ذلك ممكن أنه بشكل دائم تبحث في الإنترنت على المواقع اللي توفر لك هذه السنسرات. طبعا هناك سنسرات للحركة، سنسرات للفورسز القوة، للوكيشن، البوزيشن، للهيت، وكل واحدة من أتهن ماذا تقوم يعني السنسرات الخاصة بها وما هي البيانات التي ستقوم بتجميعها لك كمستخدم أو كمطور لتطبيقات إنترنت الأشياء. هذه السنسرات أيضا يجب أن تكون دائما الفلو، البرجر، الإلكتريسيتي، الساوند، الكيمستري، كل هذه السنسرات والبيانات الخاصة بها يجب أن تكون محدثة دائما بالنسبة لمطوري تطبيقات إنترنت الأشياء. وتختار طبعا المتحسس أو الظاهرة الفيزيائية المحددة اللي خاصة بالتطبيق اللي تبحث عن تطويره والمتحسسات الخاصة بها وأيضا نوعية البيانات اللي تحب أنه تجمعها من هذه المنتجات لكي بعد ذلك تقوم يعني إدخالها في خوارزميات التحليل وإيصالها إلى المستخدمين عن طريق السمارت أبليكيشنز. طبعا هناك طبعا الكثير من الأمثلة على هذا الموضوع، مثلا بالنسبة للسيل فونز تقدر تقيس السيجنال انتنسيتي اللي هي قوة الإشارة، تعرض لك فت خريطة عن المنطقة اللي أنت موجود بها وتعرض لك على قوة الإشارة الموجودة في هذه المنطقة. موجود الكثير من السنسرات لهذا الشيء، ممكن تطبيق هذه يعني ممكن تطوير تطبيق لهذا الشيء فقط باستخدام السنسرات اللي هي موجودة أصلا بالسمارت فونز. ممكن أنه تحكم بدرجة الحرارة في البيوت ريموتلي وغيرها من الأفكار الأخرى. هذه هي فقط يعني نظرة عامة لكيفية تطوير تطبيقات إنترنت الأشياء وكيفية إدارة مشاريعها، يعني كأنه تكون هي خطة عمل للناس اللي يفكرون بعمل هذه الأمور كمشاريع تخرج أو بالنسبة للناس اللي يفكرون أنه يقومون بتطويرها إلى مستوى شركة ناشئة وتوفير برودكتس أو سيرفيسز إلى المستخدمين. أتمنى أنه يكون هذا الشرح مفيد للجميع، وانتظرونا إن شاء الله في فيديوهات قادمة. شكرا جزيلا ومع السلامة.